على كل حال معانا دكتور محمود ولا ايه؟ عشان نعرف سيبناه برضو شويه على التليفون. الوضع هيبقى عامل ازاي على صعيد يا التخصص دكتور كمان. محمود صباح الخير. دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ نهاوند. معلش الاقصر واسوان خدتنا شويه. معلش بس كنا بنتكلم عن جمال مصر والاماكن السياحيه الجميله اللي ربنا مديها لك بشكل طبيعي كده، انت ما بتعملش مجهود عشان يبقى عندك سياحه ويبقى عندك مناظر طبيعيه، كل حاجه ربنا مديها لنا فنستمتع بس بالتوقيت ده او بالخير اللي ربنا مديه لنا ده. يعني خليني اروح مع حضرتك بقى ونطمن على درجات الحراره وفكره هنا برضو 44 في الاقصر واسوان، هل الدرجه دي او يعني الجو ده ممكن يمثل الى حد ما خطوره لو الواحد قعد في الشمس في الفترات مثلا اللي هي الظهيره خلينا نقولها؟ لا، هو الحمد لله رغم ارتفاعات درجات الحراره احيانا في بعض المحافظات الا انه يعتبر جو مصر من الجو السياحي في العالم بالزبط. كله. بالظبط. من ضمن العلامات السياحيه والمعالم السياحيه في مصر هو طقس مصر. الحمد لله يعني، بس طبعا بتبقى في اكيد لما بيكون في حاجات زي كده بنبقى بس بيبقى في شويه نصايح وارشادات ان احنا ما نقعدش فتره طويله تحت اشعه الشمس لما تكون درجه الحراره 44 درجه كده. طبعا التعرض المباشر لاشعه الشمس لازم يكون لفترات قصيره مش طويله، ويفضل طبعا يكون في واقي للرأس من اشعه الشمس، يعني شيء ضروري جدا في هذه المناطق. ودي بتبقى حالات فرديه وما بتستمرش فترات طويله في بعض المحافظات نتيجه وجود المنخفض الجوي اللي كان موجود، لكن بعد كده الاجواء بتتغير وبتقل درجات الحراره بتصل الى 38 و39 و40، الاجواء الطبيعيه اللي موجوده في صعيد مصر في هذا التوقيت من العام. لكن في المجمل الحمد لله الفتره اللي جايه فتره استقرار في الاحوال الجويه، درجات حراره حول المعدلات الطبيعيه في كافه محافظات الجمهوريه، ما فيش اي ظواهر جويه ممكن تعوق اي انشطه يوميه ان شاء الله خلال الفتره القادمه. هنبدا بقى نخش على فصل الصيف الاربع الجاي زي النهارده ان شاء الله، وتبدا منخفض الهند يكون هو اللي ليه تاثير اكبر على تنميه مصر العربيه، ارتفاعات تدريجيه في نسب الرطوبه وده يعتبر بيقلل شويه من ارتفاعات درجات الحراره، بس الشعور طبعا بالطقس الحر بيكون موجود خصوصا في الاماكن المغلقه او الاماكن المقفوله. فبقدر الامكان برضه شرب السوائل وشرب الميه وعدم التعرض المباشر للشمس هي النصائح الاساسيه خلال الفتره اللي جايه. كويس جدا. طب انا هسال حضرتك سؤال وهو يمكن كل سنه بيتسال بس عشان برضو نفيد الساده المتابعين لو حد ما عندوش معلومه بده، لان احنا عارفين ان في ناس بطبيعه شغلها لازم تكون واقفه في عز الشمس في الشارع على سبيل المثال، عمال البنى واشارات المرور العساكر وغيره، فالناس اللي زي كده تعمل ايه؟ والامن طبعا اللي بيكون موجود في بعض الاماكن يعني او المباني او الشركات يتصرفوا ازاي؟ هو طبعا يعني اهم حاجه يكون في كاب او حاجه يحمي الشمس، وفي نفس الوقت شرب الميه باستمرار، لازم جسمنا دايما يكون في كميات ميه كويسه. يعني بقدر الامكان لو في اماكن ظليله يستظل باي حاجه برضه ده شيء مهم. ما ينساش نفسه بقى في الاعمال وفي الانشطه اللي هو شغال بيها ان هو ينسى نفسه عن الميه او يسيب نفسه تحت الشمس من غير واقي يحمي الشمس فتره طويله. ده شيء مهم جدا. صحيح. الزملاء يراعوا بعض بقى، بيبدلوا مع بعض دايما يعني في اوقات قصيره خلال الشتاء طبعا. صحيح. على كل حال ربنا يعدي الصيف على خير يعني. يا رب يعدي بسرعه وعلى خير عشان احنا اوريدي تعبنا. يعني اشكرك جدا جدا دكتور محمود شاهين على هذه المداخله، شكرا لك. طيب.